السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة من هذه السلسلة، سلسلة التسويق الإلكتروني لقادة الشركات. في هذه الحلقة راح نناقش الأكشن بلان أو خطة العمل. الآن أصبح عندنا نوعا ما فهم أعمق للتسويق أو للإعلان ثم تسويق ثم المبيعات والفرق بينهم وكيف يجب أنه يتم دمجهم مع بعض في الخطة التسويقية إجمالا. الآن إيش المطلوب نعمل؟ من البديهي أنه نأخذ الرسالة التسويقية تبعتنا ونقوم بإنشاء محتوى، ثم نقوم بتقسيم هذا المحتوى على حسب أين يقع في الثلاث مراحل للكاستمر أكوزيشن بروسيس. خلينا نشوف شو هذا الشيء يعني على أرض الواقع. لأن لما نيجي نصمم كاستمر أكوزيشن بروسيس كاملة، وعارفين إحنا أنه في عندنا ثلاث مراحل فيها، في عندنا إعلانات، أوكي، سو عندنا هون أدز، وعندنا هون ماركتينج، وعندنا هون سيلز، السيلز ميكانيزم. فإذا إحنا محتاجين نطور محتوى لكل جزء من هاي الرحلة، ولكن تطوير المحتوى هو هون اللعبة. يعني إذا صح التعبير إنه الكوبي رايتنج أو الكونتنت أو الكلمة اللي بتحكيها، الكلمة اللي بتكتبها، الجملة اللي بترسمها، الهيدلاين اللي بنعمل، إله إمباكت كبير جدا على الأكشن اللي بيأخذه عميلك. لما بتفكر أنت فيها بالنهاية، الحياة عبارة عن كلمات. الحياة في التواصل، قصد فيها التواصل في الحياة عبارة عن كلمات، عبارة عن رسائل إحنا نوصلها لبعض. فجودة التواصل بيننا تعتمد على جودة الكلمات التي نستعملها. فباختصار، عميلك إذا دخل عندك على الموقع الإلكتروني أو إذا دخل عندك على صفحتك على إنستغرام أو على فيسبوك أو أيا كان، شاف لك أي نوع من المحتوى، هو بالنهاية حيتعامل مع كلمات. هاي الكلمات إما بالنسبة له مقروءة أو مسموعة. جودة الكلمات هي بتحدد، أو قوة الكلمات هي بتحدد الأكشن اللي حيأخذه في النهاية. أهم عامل يجب توفره في هذه الكلمات هو الوضوح وليس الذكاء. أوكي؟ تجد في كثير من الشركات أو من المسوقين الإلكترونيين أو مصممين للشركات بيركز على أنه يكون كليفر في المسج تبعته، كليفر، كاتشي، فانتازي أو something زي هيك. يعني بتدخل على الموقع الإلكتروني عنده بتشوف هيدلاين مثل providing cutting edge technology and innovation for the businesses in the Middle East. هذا كله إيش الكلام في النهاية؟ يعني شو معناه؟ يعني أوكي، أنت شو بتعمل؟ لما أنا بدخل على موقع بقول لي أنت providing cutting edge technologies and latest innovations، هذا اسمه فنكوش على رأي الفيلم في عدل إمام، على رأي عدل إمام في الفيلم، هذا فنكوش literally. هذا clever، yes، cute، yes، بس مش clear. أوكي؟ فالمسج بتلعب دور كبير جدا في التوزيع على هذه الأمور. فأول خطوة يجب التأكد منها كأكشن بلان، يعني إذا بدنا نحط ستيبس، أول ستيب يجب العمل عليها هي المسج. طبعا المسج فيه لها فريم وورك، يعني إحنا في فام في عنا فريم وورك بنتبعه، بشارككم هذا فيه إن شاء الله في الفيديوهات البونسز اللي أضفناها لكم إياها في السيريز هاي. في فريم وورك لكيف إحنا نطلع المسج، نختار الهيدلاينز، نختار المواضيع اللي لازم نعمل عنها كونتنت، اللي بالنهايه لازم تكون تفرق مع عميلنا او بتعني عميلنا واهل المجره. بس as a general action، اول خطوه يجب العمل عليها هي صناعه الخطه، الرساله التسويقيه، المسج. المسج يجب انها تكون، احنا عارفين شو الستوري بيتش، شو الاليفيتر بيتش، شو الـ شو الـ شو الـ شو الميشن ستيتمنت، شو الهيدلاينز كامله اللي بنشتغل عليها، شو مواضيع الفيديوز اللي راح نكتب عنها، شو الليد ماجنت اللي حنطوره، شو نسمي هذا الليد ماجنت، كيف نحكي عنه، كيف نعمل كول تو اكشن اللي هو بالنهايه لما تطلب من عميلك شو يعمل، شو السكريبت اللي لازم تو ستيك تو، هذا كله لازم ينعمل هون. بعد ما عملناه وضح بالنسبه لنا وعرفنا ايش هو المسج بدنا نوصلها، لازم نكون طلع معنا الكول تو اكشنز، السي تي ايز. السي تي ايز بتذكر من الفيديوز السابقه اللي هي احنا شو بتطلب من عميلك يعمل، what are you calling them to do. كيف انت بتشوف مثلا فيديوهاتي انا على السوشيال ميديا، call to action تبعي دائما شو بحكي لك؟ روح على الرابط سجل عشان تاخذ something free، او روح على الرابط عشان تعمل order، اوكي، تطلب request for proposal وهلو مجرة. هذا هو ال CTA. فانت لازم يكون عندك two CTAs،
سي تي اي بدخل لك ليدز وسي تي اي بدخل لك اوردرز او كاستمرز. يعني بدك كول تو اكشن تحكي للناس عشان ياخذوا الفري ماجنت او الليد ماجنت تبعك، وبدك كول تو اكشن تحكي للناس عشان ياخذوا الاوردر تبعك او البرودكت تبعك. فهذا اذا سكند ثينج على الاكشن بلان. ذن بعدها بدك تيجي ايش تعمل؟ اكسكيوت هاي المسج. يلا بلش ايش؟ سجل المحتوى، سجل فيديوز، اعمل ارتكلز، اكتب محتوى. كونتنت از كينج. هاي يعني هاي قاعده في التسويق على طول. دائما اي شركه محتاجه لمحتوى، المحتوى يجب ان يكون بناء على هذه الرساله لجعل الناس ياخذوا احد هؤلاء هذان التو اكشنز. اوكي، فانت مطلوب منك تصور فيديوز وتنشرها على السوشيال ميديا وتمولها كاعلانات ادز. بدك تقول لي كم فيديو؟ قد ما فيك، قد ما تقدر. وشو اللي قد ما تقدر؟ بزبطش هيك. اوكي، طور كونتنت استراتيجي. كيف يعني؟ يعني لازم يكون على الاقل عندك مينيمم، احنا وي بيليف مينيمم لازم يكون في عندك 12 ادز، 12 فيديو ادز، 12 فيديو ادز. ليش 12 فيديو ادز؟ هي شيء له علاقه بالفاريشن بالفيسبوك الجوريثم والانستغرام الجوريثم والسوشيال ميديا الجوريثمز اجمالا، خوارزميات السوشيال ميديا. انه لما يكون في عندك انت تنوع في المحتوى بتعطي السوشيال ميديا اوبورتونيتي انها تفرجي محتواك لناس اكثر وتفهم جمهورك اكثر. فاحنا بيست على تيست يعني احنا عاملينه، وي نو انه 12 فيديو بديفرنت فاريشنز، ديفرنت بطول مختلف. يعني فيديو ممكن يكون 1 مينت، فيديو ثاني ممكن يكون 10 مينتس عادي، ممكن يكون فيديو نص ساعه اتس اوكي، فيديو 5 مينتس اند سو اون. تنوع بشكل معين في هذه الفيديوز بس برسائل مختلفه طبعا، والرسائل كلها فيها الكول تو اكشن هذا اللي هو للليدز، ليدز كول تو اكشن إذا ماست. يعني هذا المينيموم لازم يكون موجود عندك. أوكي، هدف إيه؟ في الأدز بارت. طيب هاي الأدز نشرناها على السوشيال ميديا، أوكي أمورها تمام، وكل الأدز هاي مربوطة بلاندنج بيج. اللاندنج بيج فيها الليد ماجنت ديتيلز والبروسيس تبعنا اللي هو حطينه. فإذا النكس ستيب أنه بعد ما صورنا الفيديو وحطيناها بالأدز تكون معمولة الفانل تبعها. أوكي، اللاندنج بيج and so on. okay. طيب next بعد هيك الناس بلشت تشوف الفيديو، تدخل على البيج تاخذ الليد ماجنت تطلبه، المفروض ايش؟ يدخل على الماركتنج كامبين صح؟ يدخل على السكند فيز بالفانل او بالبروسيس. بالسكند فيز المفروض ايضا يكون في عندك ما لا يقل عن 12 فيديو. 12 فيديو هذول المفروض ايش؟ جاهزين يروحوا بفولو اب سيكونس سواء بالايميل بالواتساب بالشات بوت وات ايفر الميديوم. يعني دازنت ماتر، احنا بهمنا ايش نكون الفكره كوهيرنت تمام. فبدك انت 12 فيديو هذول فولو اب فيديوز، انه او مش فولو اب فيديوز، مين اللي هن ايديوكيشنال فيديوز. يعني هي هون بدك تحكي عن الريزنز وات ستوبز يور كاستمرز فروم باينج فروم يو، اند شو ذم واتس غانا هابن اف ذي باي، شو بصير لو يشتروا، شو بصير اذا ما اشتروا، شو بيمنعهم يشتروا منك. تفرجيهم كيس ستاديز، تفرجيهم ريل اكسبيرينس البرودكت تبعك فعلا شو بيعمل شو بيأثر، او السيرفيس اللي انت بتعملها فعلا شو بتعمل شو بتأثر. لازم كلها تكون من خلال فيديوز. اوكي، واحنا اجين بيست اون تيست وي فاوند انه 12 فيديو اقل شيء انت محتاج في الماركتنج وايز انك ايش تو فولو اب مع الاودينس او مع الكاستمرز تبعونك ب 12 فيديوز. هذول 12 فيديوز بيكونوا ايش؟ ماركتينج. هذول كلهم بيخلوا زبونك يعرف انت شو بتبيع وشو بيفرق معه لو اشترى منك، شو بيقدم، شو بيستفيد بنهايه الامر، شو المشاكل اللي بتخليه يحلها، شو الالم اللي بتخليه يتجنبه، شو بصير اذا اشترى من عندك، شو بصير اذا ما اشترى من عندك، شو الاوفر تبعك بالتحديد، ممكن حتى السعر اذا عندك سعر ثابت برضه بيعرفوا هون. اوكي، يعني باختصار هاي الفيديوز هدفها تخلي زبونك او الليد اللي دخل عندك على البروسيس يصير عنده رغبه يشتري منك قبل حتى ما ايه ما تيجي على السيلز، قبل ما حتى ما يحكي على السيلز تيم، قبل ما يحاول، قبل ما يجي يبيعك انت هيك، قبل ما تيجي تبيعه يكون عنده رغبه يشتري برودكت تبعك. تمام تمام. طيب صارت هاي الفيديوز، هاي الفيديوز المفروض ايش تبعت الترافيك وين؟ يعني لما يجي زبونك يشوف الفيديو في كول تو اكشن الثاني صح، في نهايه الكول تو اكشن اللي هو السيلز كول تو اكشن اللي هو يس اي وونت تو باي. اوكي طيب يس اي وونت تو باي المفروض يروح على سيلز بيج. اذا هون شوف بالأولى هون راح على لاندنج بيج عشان يدخل على السيكونس اللي هي من الادز، بالثاني بالماركتينج لازم يجي على السيلز بيج. اوكي هلا بالسيلز بيج الهدف هون منها ايش؟ يشتري تو باي ذا برودكتس، بس مش شرط يشتري مباشره، ممكن ما يشتري، تيكس تايم صح؟ بياخذ وقت، الناس they need some time
to know you, to like you, to trust you before they invest with you. It just makes sense. يعني common sense, okay? هي human nature, which okay. فاحنا لازم احنا to appreciate this ونقدره في ال, في ال, في الناس, وبنفس الوقت ما نستسلم. يعني انه يا هو ما يعني ما حد دخل معنا هالبروسس كلها وصل لهون معنا ومستمر بيستلم ايميلاتنا وبيتفاعل معنا وهو مش مهتم. نو واي, صح؟ اذا شو الحل؟ الحل نكون في عنا بالسيلز ميكانيزم هون, فولو اب سيلز فيديوز. هاي السيلز فيديوز مينلي 3 مينيمم 3 فيديوز سيلز فيديوز, هذول بيكونوا نوعا ما شوي بوشينج, اوكي؟ يعني بتكون سيريس اكثر, بتفرجي يعني بتكون اجريسيف في السيلز هون, اوكي؟ ليش؟ لانها فولو اب, اوكي؟ انت بتحكي مع حد اوريدي بيعرف برودكت تبعك, اوير عن المنتج, everything's اوكي cool. فانت بدك 3 اجريسيف سيلز فيديوز, وبدك كمان 3 تيستيمونيال فيديوز, يعني توتال 6 فيديوز, 6 فيديوهات تيستيمونيال فيديوز اللي هي فيديوهات من عملاء حاليين عندك بيشاركوا تجربتهم في منتجك, بيحكوا عن بيفور وافتر باختصار, انه انا شو كانت مشاكلي قبل ما اشتغل مع هذا البراند, كيف اصبحت بعد ما حلت المشكله, and so on, before and after, before and after. فانت محتاج هون 3 فيديوز يحكوا عن هاي التستيمونيالز, و3 فيديوز يكونوا اجريسيف سيلز, لايك هي سيريوس, انه اذا ما بتشتري انت يو ار ميسينج ذس ذس ذس, او اذا ما بتشتري انت بتخاطر انه المشكله الفلانيه تستمر في حياتك, والمشكله هاي اذا استمرت اتس غانا هارم يو دو بالطريقه التاليه 1 2 3 اتس لايك aggressive sales. ليش؟ serious, لأنه إذا أنت عندك منتج وأنت عندك إيمان أنه منتجك هو حل لجمهورك, هو حل فعلاً لمشكلة بيعانوا منها, إذا يعتبر من it's criminal, حرفياً جرم أنك ما تبيعه, أنك ما تعمل اللي عليك عشان تبيع المنتج. فإذا أنت شايف أنه yes true هذا الـ customer أو هذا الـ potential customer هيحل مشكلته إذا اشترى منتجي, اذا يس روح اجريسيف. وانت احكي للناس شو تعمل, لانه عملائك ليش جايين عليك, زباينك ليش جايين عليك, الناس ليش بتسمع محتواك لما تطور الفيديوز انت بالشكل هذا, ليش بسمعوها؟ لانهم بدهم حل لمشكله انت بتعرف تحلها, فانت المفروض تحكي لهم شو يعملوا عشان يحلوها. وباخر الفانل اللي لازم يعملوه هو بديهي, لازم يشتروا منك عشان يحلوا مشكلتهم, ولا كيف حيحلوها؟ يعني انت ما بتقدر تحل المشكله فور فري, صح؟ تقدم free 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 you can't, الناس ما تقدرش تعيش على free content. فأنت لازم تطلب منهم يشتروا منك عشان تقدر فعلا تحلهم مشكلتهم. هذا في حال أنك كنت أنت مش مرتاح مع ال aggressive style في السيلينج. عن الأجريسيف إحنا بس مستعمله بثري فيديوز اللي هي إيش, closing. عادة الناس مش شرط توصل لهاي الليفل حتى تشتري, ممكن قبلها تشتري. فإذا اشتروا في أي مرحلة قبل الوصول لهون خلاص الفانل بيطلعهم من البروسيس. طيب اجمالا في عندنا 12 فيديو ادز, 12 فيديو ماركتينج, 6 سيلز فيديوز, 3 فولو اب فيديوز. التوتال احنا بنحكي عنه 24 و 6 بنحكي عن 30 فيديو. 30 فيديوز هاي المينيمم سويت اللي انت المفروض تطورها حتى تنفذ خطه الفام. هاي الفيديوز يجب ان تكون فيها ثلاث امور مشتركه كلها, كل هاي الفيديوز سواء الاعلانات, التسويق, الادز, عفوا السيلز او الفولو اب, كلها يجب ان تحتوي على ثلاثه اشياء. اول شيء يجب ان تكون قيمه للجمهور, تعطيه قيمه فاليوبل. ثاني شيء يجب ان تكون بنسميها احنا بوندينج مع الكاستمر, انك تبقى مع الاودينس, انك يعني تحسسه او تخلي الجمهور بيتفرج معك او تحسسه انه انت فاهمه, انت حاسس بالالم اللي هو فيه من خلال تفرجيه انك فعليا عارف التحدي اللي هو مر فيه. والخطوه والشيء الثالث يجب ان تحتوي على كول تو اكشن, لازم في كل فيديو بتنشره تحكي للناس شو تعمل عشان تتفاعل معك, عشان تاخذ الليد ماجنت او تشتري المنتج. بيريود, لازم تحكي للناس شو تعمل في الفيديو. طيب فاذا هاي خطه العمل او هاي الاكشن بلان المفروض منك تطورها بشكل سريع, يعني في عجاله, انك تطلع في الماركتنج مسج, تطلع في الكول تو اكشنز, في الكونتنت للمحتوى, تصور الفيديوز وتبلش بنشرها. الفيديوز هاي مفروض تكون عندك 12 فيديو, 12 فيديو ماركتنج, 12 فيديو اعلان, 6 فيديوز بالسيلز بارت. لازم يكون في عندك طبعا اكيد اللاندنج بيجز للفيديوهات هاي كلها اللي حتكون هوستد لها, والفولو اب سيكونس, الاوتوميشن تبع الايميل, وهل المجره, هاي كلها يجب ان يتم تطويرها اذا كنت بدك تنفذ خطه الفام الفاليو ادد ماركتنج. طبعا الان
ممكن تتساءل بنفسك انه اوكي اذا بدي انفذها معكم، اذا انه انا بدي فام هي تنفذ هاي الخطه، فشو الترتيب؟ الترتيب كما يلي. اول خطوه بدك تعملها، بدك تنزل على اللينك او الرابط البوتوم الموجود تحت في الفيديو، انزل على اخر الصفحه راح تجد بوتوم او زر بيقول لك ريكوست فور بروبوزل او ار اف بي. تبعت لنا ار اف بي، بس يوصل الار اف بي منك، الار اف بي ريكوست يعني، بيوصل منك بيتواصل معك احد افراد فريق العمل تبعنا حتى يتاكد اول شيء انه احنا بنقدر نساعدك، يعني نقدر البزنس موديل تبعك نقدر ننفذ لك الفام، في عندك بادجت كفايه للفام ولا ما عندكش بادجت كفايه للفام؟ لانه الفام الكوست تبعه مش بس في البناء، وايضا الكوست تبعه في الاعلانات، انت بدك تدفع للسوشيال ميديا عشان تدخل ترافيك عندك عشان يشوفوا المحتوى، صح؟ ممكن احنا نبني لك احلى محتوى ونعمل لك احلى سيستم، بس اذا فيش ناس تشوف السيستم هذا مش حياثر شيء بالنهايه. فانيوي يتاكدوا اول شيء انه البزنس موديل تبعك بيركب على هالحكي، ثاني شيء عندك بادجت له، ثالث شيء وي كان ورك توجذر، فعلا نقدر نشتغل مع بعض او لا، في امكانيه انشاء محتوى فيديو محتوى مثل هيك عن البزنس او عن البراند اللي عندك اياه. اذا الامور هاي كلها اوكي جو، فاذا بنبعث لك بعدها بروبوزل. هذا البروبوزل بيكون فيه ديتيلز كامله لكل شيء ذكرته في هاي الفيديو سيريز او حذكره أدسة في الفيديو القادمه، اوكي؟ خطه عمل كامله، كل ما عليك انك تعرفه موجود بيكون في هاي البلان، عباره يعني البروبوزل هو حوالي 25 صفحه تقريبا، تقدر تعتبره انت ماركتنج بلان اكثر من انه بروبوزل، ولكن هاي هون الفكره، ما بنبعث هذا البروبوزل الا اذا كنا متاكدين انه في جدوى، في يعني ممكن نشتغل مع بعض، اوكي؟ في نقدر نساعدك او بنقدر نعمل لك الشغل تبعك. بعد ما نبعث لك البروبوزل بنلتقي، و اذا عندك اسئله بنناقشها بنجاوبك عليها، بنتاكد انه we're good everything is fine. بعد هيك if it is a go both agreed احنا على الشغل مع بعض، وقع الكونتراكت and everything goes from here. So اول خطوه اذا بدك ننفذ لك الفام هي بكل بساطه انك تعمل request for proposal، ومجرد ما عملت request for proposal التيم بتواصل معك. الان قبل ما تعمل request for proposal بدي اسالك سؤال، اذا لسه still you are wondering about the cost تبع الفام، شو تكلفة انه ما يكون في عندك تسويق جيد في الماركتينج في شركتك؟ شو تكلفة استمرار الشركة تبعتك بانها تشتغل مانيوال في السيلز والتسويق اجمالا؟ مانيوال قصدي انه انت مضطر كل شخص تقنعه على حدة بمنتجك، مش انك تقنع ماس نمبر اوف بيبل، زي مثلا ما انا في التجربة هاي اللي انتم شايفينها هون، اوكي؟ فهي الصفحة اللي انت الان فيها، في مجموعة من الفيديوهات ومجموعة من الايميلات ومجموعة من الأشياء مترابطة تقنياً توصل لمجموعة كبيرة من الناس. يعني إذا بتتساءل عدد الناس اللي ممكن يشوفوا هاي الفيديوز، ممكن خلال فترة بسيطة جداً، يعني على الأقل الليست الموجودة عندنا اللي حيمروا في هاي الليست في هاي الفيديوز، هم مبدئياً من أول أسبوع بننشر في الفيديوز هم 3000 شركة. فإحنا نشوف نعمل بيتشنج للثلاث آلاف شركة بيوم واحد من خلال المحتوى والستراكشر اللي إحنا بننفذه، أوكي؟ وممكن انت الان تتفرج على الفيديو هذا وانا ممكن اكون في يعني حرف شخصيا انا اكون ممكن في اجتماع اخر، ممكن اكون نايم، ممكن اكون بشتغل على شيء جديد، ممكن اكون مسافر، وانت ما زلت بتشوف الفيديو تبعي ببرفورمانس عالي وتوصلك فكرتي. ليش؟ لانه في ستراكشر للسيلز. فسؤالي هو شو تكلفه عدم وجود هيك ستراكشر يبيع لك منتجك، يسوق لك لخدمتك، ينشر لك البراند تبعك؟ اعتقد تكلفه عاليه، فعشان هيك ما تتردد في انك تواصل معنا وتحصل على فام. بس اوكي، سو مره اخرى للحصول على فام انزل على في اخر الفيديو على الزر ار اف بي، عبي بياناتك والفريق العمل حيتواصل معك، راح نبعث لك ماركتنج بلان وديتيلد بروبوزل. هذا البروبوزل في كل التفاصيل عن خطه العمل والتنفيذ كامل لفام مع الفريم ورك ومع التكلفه طبعا. شكرا للمتابعة وأتمنى لكم التوفيق. طبعا في بعد ثلاث فيديوهات احنا أضفناهم كبونس لهاي السيريز، تقدر تكمل معنا فيهم، بكون جدا سعيد. في هاي الفيديوهات حفرجيك الستبس احنا اكزاكتلي شو بنعمل لما نيجي ننفذ فام، في 6 مايلستونز احنا بنمشي فيهم، كل مايلستون شو بنعمل فيها، شو الاوتكم تبعها وكيف بنعملها. والفيديو اللي بعده هحكي عن كيس ستاديز تنفذنا احنا فام، يعني كفام كيف تنفذ لبعض العملاء عنا وشو بالضبط عملنا لهم وكيف ماشي الامور لهم. وفي الفيديو الاخير هي
مجموعة من المقابلات أو الفيديوهات اللي صورناها مع عملائنا في مراحل متعددة من خلال العمل معهم. يعني مثلا فيديو عن توقيع الكونتراكت، فيديو تيستيمونيال خلال العمل، فيديو فيدباك بعد العمل، نتائج وهلما جرى، يعني حتى نفرجيكم الكل شو تجربته معنا فيفا. شكرا لكم مرة أخرى، متحمس جدا للقاءكم في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم.